يلا بينا على الراديو 90 90، موجودة معاكم رضوى حسن، وبنكمل حلقتنا وبنتكلم لسه عن الأسبوع العالمي لريادة الأعمال اللي بيكون من يوم 16 ليوم 22 نوفمبر. أحداث وفعاليات كتيرة جدا جدا، وقمة مصر لريادة الأعمال اللي هتعقد السنة دي في مدينة أسوان للسنة السادسة. الحقيقة كل الأحداث والفعاليات دي بتعقد على هامش الأسبوع العالمي لريادة الأعمال اللي بنتكلم عنه النهاردة، وعايزين الحقيقة نستغل المناسبة دي ونعرف شوية تفاصيل كده ونصايح أكتر لكل رواد الأعمال، كل أصحاب الأفكار الجديدة. لو أنت شايف أن أزمة فيروس كورونا كانت صعبة أو أنك ما تقدرش تبدأ فيها مشروع، الحقيقة عايزين نقول أنه بالفعاليات والأحداث اللي بتحصل دي في مصر وعلى مستوى العالم كمان، ده يخلينا نغير رأينا تماما. عشان نعرف تفاصيل أكتر معانا على التليفون المهندس مجدي وهبة، خبير ريادة الأعمال. والحقيقة المهندس مجدي مهتم كمان أكتر بالتعليم الفني وبأنه نقدر نستفيد من طلبة وطالبات التعليم الفني بشكل كبير جدا في ريادة الأعمال. فخلونا نعرف أكتر السنة دي كمان إيه المختلف وإيه الجديد في الأسبوع العالمي لريادة الأعمال. باشمهندس مجدي مساء الخير. مساء الخير، ازيك يا رضوى؟ و بشكر إذاعة 90 90 على الاستضافة. شكرا لحضرتك. بشكرك برضو يعني على المقدمة الجميلة دي. واتفضلي اطرحي الاسئله بتاعتك وانا مستعد. شكرا لحضرتك طبعا. ويمكن زي ما بنقول السنه دي كده يعني الوضع مختلف عن اي سنه، فيروس كورونا، وده خلى كتير من اصحاب الشركات الناشئه والافكار ورواد الاعمال زي ما ناس منهم قدرت توقف يعني نشاطها للاسف وقلقت من الفيروس، ناس تانية كملت واستمرت. فعايزين من حضرتك يعني نصايح كده نكمل الوقت اللي فاضل من 2020 ازاي رواد الأعمال يعملوا ايه؟ يعني يوقفوا ولا يستمروا ولا يعملوا ايه؟ أولا يمكن أنا كنت قلت لك قبل كده احنا بنخاطب الشباب من رواد الأعمال، وانت عارفة يعني الشباب دول التقسيم بتاعهم العمري لحد حاجة 40 سنة أو كده، بس العمر ده مجرد رقم. لكن أنا عاوز أكلم شبابنا أولادنا المصريين اللي أحيانا بيفقدوا الثقة في الأجيال الأكبر منهم. لازم يعرفوا حاجة، إذا كنت أنا مثلا كمجدي عندي فوق 60، فأنا الجيل بتاعي ده كله يمثل نصف الحاضر، لكن الشباب هم كل المستقبل. وهي بتبقى خبرة مكتسبة يعني بنكتسبها منكو برضه يا باشمهندس. الخبرة دي اللي احنا بنقول عليها الايكو سيستم او البيئة المحيطة بينا عشان ريادة الاعمال. يمكن انت عارفة الامريكان بيحبوا الابريفيشن او الحروف المختصرة، فابتدوا على طول قالوا بي سي و اي سي before كورونا and after كورونا. أيوة. أكيد العالم كله قبل كورونا كان لي المعطيات بتاعته المختلفة فيما يتعلق في ريادة الأعمال ومشروعات صغيرة والمتوسطة وبعد كورونا. يعني فمحتاجين من الشباب، كل واحد عنده بيزنس حاليا أو بيفكر يعمل بيزنس، يبص لمجموعة عناصر في جزء متعلق بي انا كستارت اب، ان انا واحد حبيبي او كرائد اعمال، اللي هو السوق. انا محدد الماركت بتاعي مش التسويق. تمام. لازم اعرف الماركت انا موجهه لمين. مين العملاء بتوعي يعني؟ مين العملاء؟ ممكن بعد كورونا بقى العملاء قاعدين كلهم في البيت. تمام. واخد بالك؟ ولما بيتعمل شات داون، طب انا عندي خطه عشان اعرف اوصل لهم اونلاين مثلا بسرعه. اونلاين، عن طريق البيع، عن طريق الانترنت، المواقع المختلفه للتسويق. اللي بيسبق هو اللي بيكسب. صح. هو بياخد الفرصه. من ناحيه التمويل،
التمويل احنا عارفينه، التمويل الكلاسيكي اللي هو ايه، اللي اخد قرض من البنك، لكن في تمويلات اخرى يمكن احنا محتاجين ندور عليها، زي راس المال المشارك، راس المال المخاطر، الايكويتي، ان انا بدخل باسهم او يعني بنسبه، يعني حد مثلا بدخل جزء مع حد تاني. المفروض في خلال برضو الموضوع ده المشروعات العائليه، الفاميلي بيزنس، صحيح. دي هايله، دي فرصه ليها، صح. طيب لو عيله مهتمين بمجال معين يقدروا يعملوا مشروع فيه. بالظبط. الناحيه الثانيه ابص للموارد البشريه. انا امثل جزء من راس مال هذا البيزنس او المشروع ولا لا؟ دي مهمه جدا. يعني ما هديكي مثل بسيط قوي. انت تيجي حضرتك مثلا تقولي احنا عندنا في البيت بتاعنا في محل، انا هعمل كوافير. حلو، تمام. وانا اساسا معلش يعني ما بعرفش اسرح شعري. ايوه. فانا هضطر اجيب ايه، استعين بحد. هستعين بكذا حد. طب انا يبقى انا مش جزء من المشروع. تمام. عشان كده دايما تلاقي لما بنعمل مسابقات زي مسابقه نواه اللي بقالها دلوقتي ست سنين، يعني ست سنين، دايما اول سؤال بنساله في التصفيات هي الفكره جات لك منين؟ وانت بتحب ايه؟ يعني ممكن هوايتك انت فنانه بتعرفي ترسمي، بتعرفي تعملي هاند ميد، واحد مخه ماثيماتيكال حسابي، يبقى انا لازم استغل جزء من الهيومن كابيتال، يعني ال رأس مال البشري لازم انا امثل جزء منه. تمام. عشان كده يمكن يعني سؤالي دلوقتي لحضرتك، ازاي اي حد بيسمعنا يقدر يستفيد من الاسبوع العالمي لرياده الاعمال يا باشمهندس بالفعاليات الخاصه بيه؟ اولا الاسبوع العالمي لرياده الاعمال السنه دي بيتعمل بطريقتين، يعني اونلاين وفيس تو فيس فيزيكال. تمام. هيبقى كل السيشنز او الجلسات المفتوحه بتعبر عن حاجات كثيره جدا. يعني حتى مثلا من ضمن الحاجات، احنا كنا السنه اللي فاتت عملنا رياده الاعمال في الفن، السنه دي في رياده الاعمال في الرياضه. يعني انا شفت مشروع واحده هي بتلعب يعني الرياضه وبتدي دروس يوجا او كده، عملت بيزنس انها بتجيب منح للناس اللي هم الرياضيين المتفوقين في الولايات المتحده. اللي حابين نفس المجال. ويبتدوا يكملوا هناك. تمام. في نفس الوقت برضو احنا بنتكلم كتير عن رياده الاعمال، لكن رياده الاعمال ليها علاقه مهمه جدا بالتعليم. صحيح. بيسموها ليرنينج لايف سايكل. انا من ساعه ما بيبقى عندي 4 سنين لما بدخل حضانه لحد 60 سنه سن التقاعد، انا لازم بتعلم، مش مجرد الجامعه وكده، انا طبعا بتعلم حاجات. طبعا. يعني مثلا هديكي مثال صغير على التعليم الفني. 60% من طلبه التعليم الفني بيدخلوا السوق، 40% بيدخلوا الجامعه. طب اللي بيدخلوا السوق دول مش كلهم هيلاقوا وظايف، لكن انا ممكن المهنه اللي انا متعلمها واشتغل مثلا في حته اتعلم اكتر، وبعدين اقدر اعمل بيزنس صغير. صحيح. يبقى رائد اعمال فعلا. يبقى رائد اعمال. صحيح. يعني انا ممكن شنطه عده صغيره واشتغل مثلا، انت عارفه اكتر حاجه دلوقتي الديجيتال والانترنت والتوصيلات والحاجات دي، اقدر انا اعملها، اعمل صيانه اجهزه منزليه، حاجات كتيره. تمام. اقدر اشتغل في اطارها فيها. يعني صحيح. عشان كده في الاطار بتاعها. صحيح. في نفس الوقت دايما لما باجي اعمل مشروع، في حاجه احنا بنتكلم عنها في مصر نقول ايه، الفاليو تشين والسبلاي تشين، سلاسل الامداد وسلاسل القيمه، لكن يمكن ناس كتيره ما تعرفش معناها. سلسله القيمه اللي هي المنتج من ساعه ما بيبقى فكره لحد ما بيبقى في ايد حضرتك. تمام. السبلاي تشين دي سلسله الامداد. لو انا عرفت الفكره بتاعتي احطها في حته من دول،
انا كده ابقى نجحت، لان انا داخل جوه صحيح. سلسله توريد او سلسله امداد انا هقدر، فلازم اعرف الحاجات دي مش هعرف اتعلمها الا بالايفنتس كمان وبالفعاليات، ان انا ابقى حريص اني احضرها واشارك فيها. طبعا بالظبط كده صحيح. يعني يمكن دي فرصة هايلة يا باشمهندس، يعني وده اللي بنقوله لكل مستمعي راديو 9090. الأسبوع العالمي لريادة الأعمال هيبقى فيه فعاليات كتيرة جدا، هيبقى فيها تفاصيل أكتر كمان. يمكن حضرتك اديت لنا كده مفاتيح لأهم الموضوعات، ولكن في بقى ورش عمل متخصصة كمان في كل التفاصيل دي، وده يعني اللي عايزين نشجع كل مستمعينا إن هم طبعا يتابعوا. ويمكن رضوى في حاجة مهمة، يمكن الوظيفه بتكون سهله والثقافه، يعني انا كنت عايز اكلمك ايه على الثقافه والسياسات. احنا ثقافه شعبنا بالرغم ان هو بيحب الملكيه، يعني كل واحد يحب ساكن في بيت ملك، يبقى عندي عربيه صحيح، الحاجات دي كلها. لكن الثقافه بتاعت الدول اللي عايشه على ضفاف الانهار يحبوا الحكومه. احنا يعني احنا دايما بنقول انه لازم كلنا نهتم بفكرة ان نبقى مثقفين في كل المجالات يا باشمهندس، يعني وده اللي بنقوله ان ريادة الاعمال ما بتنتهيش ابدا ابدا عند نقطة معينة. انا ويمكن معلش عاوز اقول لك حاجة، لازم نفرق بين ريادة الاعمال ومشروعات صغيرة. ريادة الاعمال دي جاية من العلوم الانسانية، هو السلوك. تمام. يعني ممكن رضوى تبقى رائدة انتربرنور فيما تقوم به من عمل. ممكن يبقى فلان بيشتغل في شركه معينه حتى بيطلق عليه ايه؟ انتربرنور، مش انتربرنور، انتربرنور، يعني جوه المكان اللي هو فيه. دايما بيفكر في حاجات جديده، بيفكر خارج الصندوق. فطبعا الثقافه اكيد بتاعت رياده الاعمال شيء مهم جدا جدا جدا. طبعا انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا مهندس مجدي وهبه خبير رياده الاعمال على كل المعلومات الحقيقه اللي احنا سعدنا جدا جدا بيها من خلال كلام حضرتك. يمكن لسه شكرا جدا. شكرا لحضرتك.